السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم زملائي في أولى حلقات مادة الإحصاء التربوي زميلتكم شيماء سعيد. قبل ما نبدأ شرح النهاردة أوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا إشعارات بجميع حلقات مادة الإحصاء. هنبدأ النهاردة بمقاييس التشتت والإربعيات. الإربعيات هي النقط التي تقسم التوزيع التكراري إلى أربعة أقسام متساوية بحيث تكون درجات التوزيع التكراري مرتبة تصاعديًا. طب يا ترى بنحسبها إزاي؟ علشان نحسب الإربعيات محتاجين إن احنا نكون فاهمين ترتيب الإرباعي الأول بنحسبه إزاي، وترتيب الإرباعي التاني بنحسبه إزاي، وترتيب الإرباعي التالت بنحسبه إزاي، لأن ده بيدخل معانا في قانون حساب الإربعيات. ترتيب الإرباعي الأول عبارة عن مجموعة تكرارات مقسومة على 4. يعني القانون الأول عندنا لحساب الإرباعي الأول وبنسميه ب واحد عبارة عن الحد الأدنى لفئة الإرباعي زائد ترتيب الإرباعي الأول ناقص تكرار المتجمع الصاعد السابق اللي هو الفئة السابقة لفئة الإرباعي على تكرار فئة الإرباعي مضروب في طول الفئة. بعد كده محتاجين نحسب ترتيب الإرباعي التاني اللي هو مجموع التكرارات على 2، ممكن أقول مجموع التكرارات على 2 أو ممكن نقول 2 نون على 4. طبعا الإرباعي التاني اللي هو ب 2 بيسبقه نصف الدرجات وبيليه نصف الدرجات. طب ترتيب الإرباعي التالت بنحسبه إزاي؟ بنضرب 3 في مجموع التكرارات على 4، يعني 3 نون على 4، والإرباعي التالت بنسميه ب 3 بيسبقه 3/4 الدرجات وبيليه ربع الدرجات. بيطلب مني ساعات في المسائل الانحراف الإرباعي ونصف مدى الانحراف الإرباعي. علشان نحسب الانحراف الإرباعي هكون أنا خلاص حسبت الإرباعيات اللي عندي اللي هي ب 1 وب 2 وب 3، فلما أجي أحسب الانحراف الإرباعي بنقول ب 3 ناقص ب 1. لكن لو طلب مني في السؤال نصف مدى الانحراف الإرباعي يبقى أنا محتاج أقسم ده على 2، ب 3 ناقص ب 1 على 2، وهنا لازم نركز كويس جدا في المطلوب اللي موجود عندنا في المسائل. أحيانا بيطلب مني المدى الكلي في الفئات، والفئات مش كلها في المسائل بتيجي بشكل واحد، ساعات بتكون الفئات متصلة وساعات بتكون الفئات منفصلة. ازاي نحسب المدى الكلي لو كانت الفئات اللي عندي منفصلة؟ بنقول الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1، وهنشوف خلال الأسئلة ازاي أنا ممكن استخرجهم ونطلع المدى الكلي. بالنسبة للمدى الكلي في الفئات المتصلة بنقول الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. كمان بيطلب مني تحديد نوع الالتواء بالنسبة للأربعيات. أنا بعد ما بحسب ب 1 وب 2 وب 3 بقول ب 3 ناقص ب 2 وب 2 ناقص ب 1. لو طلعت ب 3 ناقص ب 2 بتساوي ب 2 ناقص ب 1، ساعتها بيكون التوزيع اعتدالي. أما لو كان ب 3 ناقص ب 2 أكبر من ب 2 ناقص ب 1 بيكون الالتواء عندي موجب. لو كانت ب 3 ناقص ب 2 أقل من ب 2 ناقص ب 1 بيكون الالتواء سالب. وكلمة موجب وسالب واعتدالي بتمثل لي نوع الالتواء أو اعتدالية التوزيع، يعني بيقول لي حدد اعتدالية التوزيع أو التوائه وبين نوعه، بين نوع الالتواء اللي عندك موجب ولا سالب. فعشان كده لازم نبقى عارفين كويس جدا إن أنا بعد ما أحسب ب 1 وب 2 وب 3، لو جبت ب 3 ناقص ب 2 طلعت بتساوي ب 2 ناقص ب 1 يبقى التوزيع عندي اعتدالي. لو طلعت ب 3 ناقص ب 2 اكبر من ب 2 ناقص ب 1 يبقى التوزيع ده ملتوي التواء موجب. لو كانت ب 3 ناقص ب 2 اقل من ب 2 ناقص ب 1 يبقى التوزيع اللي عندي ده ملتوي التواء سالب. خلونا نبدا مع اول مساله تسهل الامور اكتر. احسب المدى الكلي والاربعيات ونصف مدى الانحراف الارباعي للتوزيع التالي، ثم حدد اعتدالية التوزيع أو التواء ونوعه.
موجود عندي جدول بالشكل ده، فيه الفئات من 10 ل 19، ومن 20 ل 29، من 30 ل 39، من 40 ل 49، من 50 ل 59، من 60 ل 69، ومن 70 ل 79. وموضح ليا في الجدول تكرار كل فئة من الفئات، الفئة الأولى تكرارها 6، والفئة الثانية تكرارها 7، والفئة الثالثة تكرارها 15، الفئة الرابعة تكرارها 11، الفئة الخامسة تكرارها 8، الفئة السادسة تكرارها 9، والفئة السابعة تكرارها 4. علشان أحل السؤال من غير ما يكون في عندي أي إخطاء، تعالوا نطلع المطلوب من السؤال. محتاج إيه هو؟ المدى الكلي، وعايز إيه كمان؟ نحسب الإربعيات، ومحتاج كمان نصف مدى الانحراف الإرباعي، يعني مش عايز الانحراف الإرباعي، عايز نصف المدى الانحراف الإرباعي، يعني هنقسم على 2. آخر مطلوب عندنا تحديد اعتدالية التوزيع أو التواء ونوعه. هنبدأ نحسب التكرار المتجمع الصاعد علشان يسهل عليا ان انا اعوض في قانون الاربعيات. تعالوا نشوف ازاي بنحسب تكرار المتجمع الصاعد. اول حاجة انا بنقل الفئات في شكل عمودي كده، بكتب الجدول 3 اعمدة. العمود الاول بكتب فيه الفئات، نفس الفئات اللي كانت موجودة عندي في الجدول الافقي، من 10 ل 19، من 20 ل 29، من 30 ل 39، من 40 ل 49، من 50 ل 59، من 60 ل 69، من 70 ل 79. التكرارات نفس اللي كانت موجودة في الجدول، كل تكرار فئة قدام الفئة بتاعته. تعالوا نشوف هنحسب التكرار المتجمع الصاعد ازاي. بنبدأ بأول تكرار عندنا الستة، بكتب هنا أول حاجة عندي الستة. بعد كده بناخد الستة والسبعة ونجمعهم على بعض، 6 + 7 = 13. خلصت تاني تكرار متجمع صاعد، باخد التلاتاشر مع اللي بعدها، 13 + 15 يديني 28. اخد ال 28 مع اللي بعدها، 28 و11 يديني 39، 39 و8 = 47، 47 و9 = 56، 56 و4 يديني 60. لو انا عايزة اتأكد ان الناتج بتاعي مظبوط، هتلاقي اخر تكرار متجمع صاعد انت حسبته هو هو مجموع التكرارات اللي عندك. اجمع التكرارات اللي عندك، 6 و7 = 13 و15 = 28 28 و11 = 39، 39 و8 = 47 47 و9 = 56 56 و4 = 60. مجموع التكرارات بيساوي آخر تكرار انت جبته. في الحالة دي تبقى انت متأكد تماما ان انت حسبت التكرار المتجمع الصاعد بطريقة صحيحة. طب بعد ما جبنا التكرار المتجمع الصاعد وجبنا مجموع التكرارات، هنحل ازاي؟ هنبدأ بأول حاجة اتفقنا عليها، ان احنا نحسب ترتيب الإرباعي الأول. ترتيب الإرباعي الأول عبارة عن نون على 4. نون اللي هي مين؟ اللي هي مجموع التكرارات. طب انا مجموع التكرارات طلع عندي 60، يبقى انا هقول 60 على 4 يديني 15. محتاجة بس الجدول يبقى ظاهر قدامي كده. 15، ادي الترتيب الإرباعي الأول عندي طلع 15. انا عندي من تكرار المتجمع الصاعد في 6 و13 و28، 16 اكبر من 13 واقل من 28، يبقى الفئة دي اللي فيها 28 اللي هي اكبر من 15 على طول، هي فئة الإرباعي الأول. الفئة بتاعتي اللي هي من 30 ل 39 فئة الإرباعي الأول. تمام، انا حددت الفئة، محتاجة احسب الإرباعي الأول. الإرباع الأول كان القانون بيقول لي الحد الأدنى الحقيقي اللي هو عندي مين هنا؟ اللي هو بنقص نص من التلاتين، 30 ناقص نص يبقى 29 ونص، زائد اللي موجود عندي هنا 15 بيمثل لي ترتيب الإرباع الأول اللي احنا لسه حاسبينه، ناقص تكرار المتجمع الصاعد للفئة السابقة لفئة الإرباعي. أدي فئة الإرباعي، الفئة اللي بتسبقها اللي هي من 20 ل 29، تكرار المتجمع الصاعد بتاعها كان كام؟ كان 13، يبقى 15 ناقص 13 على ال 15 اللي تحت دي. مش ترتيب الإرباعي، ال 15 اللي في المقام دي تكرار فئة الإرباعي نفسه، تكرار فئة الإرباعي نفسه اللي هو ال 15 اللي موجودة في الفئة من 30 ل 39، مضروبة في طول الفئة. طول الفئة عندي من 10 ل 19، طول الفئة دي 10، من 20 ل 29 طول الفئة 10، من 30 ل 39 طول الفئة بالنسبة لي ده 10. هنحسبها رياضيا ونخلصها، هنلاقي ان هي 29 ونص زائد 1.33 تقريبا، يعني الإرباعي الأول حسبناه وخلصناه. نيجي بقى للإرباعي التاني، نون على الاتنين. نون على الاتنين اللي هي مجموع التكرارات على الاتنين، 60 على الاتنين يعني 30.
ترتيب الإرباع التاني 30، هروح عند 28 في التكرار متجمع صاعد ولا عند 39؟ مظبوط، هنروح عند 39 الأكبر. فبالتالي الفئة من 40 ل49 هي فئة الإرباع التاني. طب أنا عايز أحسب الإرباع التاني، هنجيب الحد الأدنى الحقيقي للفئة، مش 40 بقى، هيبقى 39.5 زائد ها ال30 دي بتمثل لي ترتيب الإرباع التاني ناقص تكرار متجمع الصاعد للفئة اللي بتسبق فئة الإرباع التاني، الفئة اللي قبلها على طول تكرار الصاعد بتاعها كان 28 على ال11 اللي هي بتمثل تكرار الفئة اللي احنا حددناها فئة الإرباع التاني في طول الفئة اللي هو 10، كده حسبناها طلعت 41.32%. هو ده به 2 اللي هو الإرباع الأولاني كان 30.83%، والإرباع التاني 41.32%. لسه محتاجين نحسب الإرباع التالت، الجدول لازم يبقى قدامنا. وترتيب الإرباع التالت 3 ن على 4، 3 في 60 على 4 يعني 45. طب أنا عندي 39 في التكرار متجمع الصاعد وعندي 47، أروح لمين؟ أروح للكبيرة، يبقى فئة الإرباع التالت هي الفئة من 50 ل59، دي فئة الإرباعي. لو أنا حددت فئة الإرباع بدقة بقدر أعوض في القانون مظبوط، باخد الحد الأدنى الحقيقي للفئة، مش هيكون 50، هيكون 49.5 زائد 45 بتمثل لي الترتيب الإرباعي ناقص 39 اللي هو تكرار الفئة، تكرار متجمع الصاعد للفئة اللي بتسبق فئة الإرباعي. يعني 47 هو تكرار متجمع الصاعد لفئة الإرباعي، لا أخد التكرار اللي قبله اللي هو 39. كل ده مقسوم على مين؟ مقسوم على تكرار فئة الإرباعي نفسه اللي هو 8 مضروب في طول الفئة. هنحسبها، هيطلع عندي الإرباع الثالث ب 49.5 زائد 7.5 يعني 57. كده بقى عندي الإرباع الأول ب 30.83%، والإرباع الثاني 41.32%، والإرباع الثالث ب 57. لو أنا حسبت به 1 وبه 2 وبه 3 أقدر أحسب أي مطلوب موجود عندي في المسألة. به 3 ناقص به 2 ب 57 ناقص 41.32 هتديني 15.68%. طب انا ليه بحسب به 3 ناقص به 2 وبه 2 ناقص به 1؟ عشان اقارن بين النواتج بتاعتهم، لو كانوا متساويين يبقى التوزيع اعتدالي، لو كانت به 3 ناقص به 2 اكبر من به 2 ناقص به 1 يبقى التوزيع ده ملتوي التواء موجب، لو كانت به 3 ناقص به 2 اقل من به 2 ناقص به 1 يبقى التوزيع ده ملتوي التواء سالب. انا هحسب النواتج، طلعت عندي ب 3 ناقص ب 2 اكبر من ب 2 ناقص ب 1، في الحاله دي يبقى التوزيع ده ملتوي التواء موجب. هحط بقى كل الحاجات اللي انا طلعتها قدامي كده وبروزها بحيث ان انا اشوف كان مطلوب مني كام حاجه، كان مطلوب مني 4 حاجات، تعالوا نحسبهم. المدى الكلي هنا، الفئات اللي قدامي دي فئات منفصله، وبالتالي علشان احسب المدى الكلي هقول الحد الاعلى ناقص الحد الادنى زائد 1. يعني الحد الاعلى عندي اللي هو 79، ده كان اعلى حد، ناقص الحد الادنى عندي كان 10 زائد 1، 79 ناقص 10 69.71. الإرباعيات هكتبهم زي ما أنا طلعتهم كده، اللي هما به 1 وبه 2 وبه 3، ده كان المطلوب التاني. المطلوب التالت عندنا نصف مدى الانحراف الإرباعي، اتفقنا أن نصف المدى بقول به 3 ناقص به 1 وأقسم على الاتنين. به 3 ناقص به 1 هنحسبها، كان عندي به 3 ب 57 وكان عندي به 1 ب 30.83، يبقى هقول 57 ناقص 30.83% واقسم على الاتنين ونطلع نصف مدى الانحراف الإرباعي اللي هيطلع 13.85. بالنسبة لتحديد اعتدالية التوزيع أو التوائه أو نوعه، ظهرت معانا كده وإحنا بنجاوب في السؤال، قلنا إن به 3 ناقص به 2 لما حسبناها طلعت أكبر من به 2 ناقص به 1، وبالتالي التوزيع ده ملتوي التواء موجب. بكده يبقى إحنا جمعنا كل الإجابات لكل مطلوب من اللي كان موجود في المسألة، وبنكتبهم كلهم تحت بعض بعد ما حسبت به 1 وحسبت به 2 وحسبت به 3. والمدى الكلي القانون بتاعه في الفئات المنفصلة بيكون الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1، فالحد الأعلى أعلى حد موجود عندي في الفئات 79 ناقص أدنى حد كان 10 وزود 1 يديني 70. الإرباعيات اللي هي به 1 وبه 2 وبه 3 اللي احنا حسبناها
ركز كويس جدا، هو عايز الانحراف الإرباعي ولا عايز نصف مدى الانحراف الإرباعي؟ لأنه لو عايز الانحراف الإرباعي كنت قلت ب 3 ناقص ب 1 بس، لكن لو نصف مدى الانحراف الإرباعي بعد ما احسبهم ارجع اقسم على 2 واطلع له نصف المدى الانحراف الإرباعي. اعتدالية التوزيع او التواء ونوعه لو كانوا طلعوا بيساووا بعض اللي هم ب 3 ناقص ب 2 وب 2 ناقص ب 1 كنت قلت ان التوزيع ده اعتدالي، لكن هما طلعت ال ب 3 ناقص ب 2 اكبر من ب 2 ناقص ب 1 وبالتالي التوزيع ده ملتوي والالتواء بتاعه موجب. تعالوا نشوف سؤال كمان بس لفئه مختلفه، يعني لفئات متصله. احسب المدى الكلي والارباعيات ونصف مدى الانحراف الارباعي للتوزيع التالي، ثم حدد اعتداليه التوزيع او التوائه ونوعه. الجدول زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم، الفئات دي فئات متصلة، وبالتالي لو كان طلب مني المدى الكلي هقول الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى بس، زي ما أنا وضحت في بداية الفيديو. لو كان في الفئات المتصلة طالب مني المدى الكلي هقول الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. هو عايز المدى الكلي وعايز الإرباعيات اللي هما ب 1 ب 2 ب 3 وعايز نصف مدى الانحراف الإرباعي، وكمان عايز يحدد اعتدالية التوزيع أو التواء أو نوع. ننقل على طول الجدول الأفقي ده لجدول رأسي، بنكتب فيه الفئات زي ما هي مكتوبة عندي في الأفقي وتكرار كل فئة قدام الفئة الخاصة بيها، ونيجي نشوف تكرار متجمع الصاعد نقوله تاني. ببدأ بأول تكرار عندي اللي هو 4 بكتبه زي ما هو، باخد الأربعة مع التكرار اللي بعدها 12، 4 و 12 2 16، 16 و 30 46، 46 و 25 71، 71 و 22 93، 93 و 6 99، 99 و 1 يديني 100. يبقى بنمشي كده 4 و 12 16، 16 و 30 46، 46 و 25 71، 71 و22 93، 93 و6 99 و1 يبقى 100. نلاحظ ان مجموع التكرارات بيساوي التكرار المتجمع الصاعد الاخير. لو انت حسبت اخر تكرار متجمع صاعد طلع زي مجموع التكرارات يبقى انت كده بتحسب صح. الارباعي الاول هنقول الحد الادنى الحقيقي للفئة زائد، طبعا هنا عندي ترتيب الإرباعي الأول 25 ناقص تكرار المتجمع الصاعد للفئة التي تسبق فئة الإرباعي، الإرباعي ترتيبه 25 يعني أنا ما بين 16 و 46 هتبقى فئة الإرباعي هي الفئة من 15 ل 20، فئة الإرباعي من 15 ل 20 يعني تكرار متجمع الصاعد للفئة اللي بتسبق فئة الإرباعي اللي هو 16 على تكرار فئة الإرباعي اللي هو 30 ونضرب في طول الفئة اللي هو 5. ناخد بالنا هنا في الفئات المتصلة بيكون الحد الأدنى للفئة هو الحد الأدنى الحقيقي، يعني أنا مش محتاجة نقص نص، أنا بس هكتب 15 زائد 25 اللي هو ترتيب الإرباعي ناقص 16 تكرار متجمع الصاعد للفئة التي تسبق فئة الوسيط على 30 اللي هو تكرار فئة الوسيط نفسها في 5. الإرباعي الأول هنحسبه 15 زائد 1.5 هيطلع عندي 16.5. نيجي نحسب الإرباعي التاني، بنحسب الأول ترتيب الإرباعي التاني اللي هو ن على 2، 100 على 2 فيها ال 50 لان انا بحتاج الترتيب في التعويض. الارباعي الثاني هيكون الفئه بتاعته فين؟ ال 50 ما بين 46 و 71، يبقى ناخد الفئه الاكبر اللي هي عند 71. الفئه بتاعتي من 20 ل 25 هي دي فئه الارباعي الثاني، طبعا فئه الارباعي الثاني الحد الادنى بتاعها 20 وتكرار متجمع الصاعد السابق 46 وتكرار الفئه نفسها 25، يبقى ترتيب الارباعي 50 ناقص الصاعد السابق اللي هو 46 على التكرار نفسه بتاع الفئة اللي هو 25 في طول الفئة اللي هو 5، وبجمعهم على العشرين اللي هو الحد الأدنى للفئة، 20 زائد 8.10 يديني 20.8. كده حسبنا الإرباعي التاني وحسبنا الإرباعي الأول، الأول طلع 16.5 والتاني طلع 20.8. محتاجين نحسب الإرباعي التالت، إن إحنا الأول نحسب ترتيب الإرباعي التالت. 3 نون على 4، 3 في مجموع التكرارات اللي هي 100 على 4، 3 في 100 ب 300 على 4 فيها ال 75، يبقى ترتيب الإرباعي التالت 75.
بننظر للتكرار المتجمع الصاعد، عندي هنا 71 وعندي 93، ال 75 اختار انهي فئة؟ اختار الاعلى من ال 75 اللي هو 93، يبقى الفئة من 25 ل 30 هي فئة الارباع الثالث، حد الادنى ليها 25، وبعد كده عندنا التكرار المتجمع الصاعد السابق اللي هو 71، ال 75 بتمثل لي الترتيب، الترتيب بتاع الارباع الثالث ناقص تكرار متجمع صاعد سابق اللي هو 71 على تكرار فئة الإرباع نفسها اللي هي 22 مضروب في طول الفئة اللي هو 5، وبنحسبها هيطلع الإرباع التالت عندي 25 زائد 91 من 100 تقريبا 25.91 من 100. خلاص كده حسبنا الإرباع الأول ب16.5 والإرباع التاني ب20.8 والإرباع التالت ب25.91 من 100. ب 3 ناقص ب 2 هتبقى 25.91 من 100 ناقص 20.8 تديني 5.11، ونحسب كمان به 2 ناقص به 1 عشان أحدد اعتدالية التوزيع أو التواءه ونوع الالتواء، به 2 ناقص به 1 طلعت عندي 4.3. ملاحظين إن به 3 ناقص به 2 اللي هي 5.11 من 100 أكبر من به 2 ناقص به 1 اللي هي 4.3، يعني به 3 ناقص به 2 أكبر من به 2 ناقص به 1، وبالتالي التوزيع ده ملتوي والنوع الالتواء موجب. نجمع البيانات بتاعتنا كلها به 1 وبه 2 وبه 3 ونشوف كان طالب مني أول حاجة إيه. كان طالب المدى الكلي، وإحنا قلنا كذا مرة إن المدى الكلي في الفئات المتصلة بيكون الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى، فالحد الأعلى عندي هنا 40 وأدنى حد عندي هنا 5، يبقى 40 ناقص 5 ب35. الإرباعيات اللي هما به 1 وبه 2 وبه 3 اللي إحنا حسبناهم، ونصف مدى الانحراف الإرباعي عبارة عن ب 3 ناقص ب 1، وما ننساش نقسم على الاثنين لأنه عايز نصف المدى مش المدى كله، أطرحهم من بعض وأقسم على الاثنين وأحسب نصف مدى الانحراف الإرباعي. بالنسبة لتحديد اعتدالية التوزيع أو التواء ونوعه، طبعا إحنا حسبنا ب 3 ناقص ب 2 وحسبنا ب 2 ناقص ب 1 ولقينا إن 5 أكبر من 4، وبالتالي التوزيع ده ملتوي التواء موجب. كده خلصت معايا المسألة بإجابات صحيحة. سؤال جديد بيقول لي بطريقة فروق الإرباعيات حدد مدى اعتدالية التوزيع أو التواءه ونوعه. الجدول اللي مجموعة من الفئات المتصلة والتكرارات بتاعتها موجودة، المطلوب عندي هنا، المطلوب عندي إن أنا أحدد اعتدالية التوزيع أو التواءه ونوعه، وده طبعا بيتطلب مني إن أنا أحسب الإرباعيات. بنكتب الجدول بشكل أعمدة، أول عمود عندي بكتب فيه الفئات زي ما كانت موجودة عندي في الجدول الأفقي بالظبط، والتكرارات، ونبدأ نحسب التكرار المتجمع الصاعد. علشان أحسب التكرار المتجمع الصاعد ببدأ بأول تكرار عندي اللي هو 3 بكتبه زي ما هو، وأجمع 3 على تاني تكرار اللي هو 9، 3 و9 12، نجمع 12 على التكرار الثالث اللي هو 11 يديني 23، أجمع 23 على التكرار الرابع اللي هو 15 يديني 38، 38 و16، 54، 54 و19، 73، 73 و8، 81، 81 و10، 91، 91 و9 يديني 100. آخر تكرار عندي في التكرار المتجمع الصاعد طلع بيساوي مجموع التكرارات 100، يبقى أنا حسبت تكرار المتجمع الصاعد بصورة صحيحة. خطواتنا اللي احنا تعودنا عليها خلاص، هنحسب أول حاجة ترتيب الإرباعي الأول اللي هو عبارة عن مجموع التكرارات على 4، يعني نون على 4. ترتيب الإرباعي الأول هيساوي 100 على 4 لأن احنا لسه قايلين إن مجموع التكرارات 100، 100 على 4 فيها 25. عشان أحسب الإرباعي الأول، الفئات اللي عندي دي فئات متصلة، فبالتالي الحد الأدنى للفئة هو الحد الأدنى الحقيقي. فئة الإرباعي الأول فين؟ أنا عندي طلع 25، في عندي هنا 23 و38، يبقى ناخد الأعلى. ده بننظر لمين؟ لتكرار المتجمع الصاعد. يبقى الفئة من 40 لأقل من 50 هي دي فئة الإرباعي الأول. فئة الإرباعي الأول الحد الأدنى الحقيقي عندي 40، زائد ترتيب الإرباعي الأول اللي هو 25 ناقص تكرار المتجمع الصاعد السابق اللي هو 23 على تكرار الفئة نفسها اللي هو 15 مضروب في طول الفئة. ملاحظين إن هو من 10 إلى، من 20 إلى، يعني طول الفئة عندي 10. هخلصها حسابيا وهيطلع عندي الإرباعي الأول والإرباعي التاني، أحسب الأول ترتيبه نون على الاتنين أو اتنين نون على الأربعة، هي
100 على 2 فيها 50، هبدأ أعوض في قانون الإرباعي. الإرباعي التاني أشوف فين الفئة بتاعته، هنا عندي 54، يبقى الفئة من 50 لأقل من 60 هي دي فئة الإرباعي التاني. بتساعدني إن أنا أحدد تكرار الصاعد السابق وتكرار الفئة نفسها والحد الأدنى. الحد الأدنى عندي 50 زائد ترتيب الخمسين اللي فوق، دي عبارة عن ترتيب الإرباعي، ناقص 38 اللي هي تكرار متجمع الصاعد السابق على 16 اللي هي تكرار فئة الإرباعي نفسه مضروب في طول الفئة اللي هو 10. هنحسب الإرباعي التاني وهيطلع عندي 57.5، والإرباعي الأول لما حسبناه 41.33، كده فاضل أحسب الإرباعي التالت. الجدول لما بيكون قدامي بيكون سهل عليا ان انا احدد فئه الارباعي عشان نعوض في القانون، بس الاول نحسب ترتيب الارباعي الثالث بقانون 3 نون على 4. 3 في 100 على 4 يعني 300 على 4 75. عندي هنا 54 وهنا 73 وهنا 81، ال 75 تروح للاكبر اللي هي ال 81، يبقى موجود في الفئه من 70 لاقل من 80، وبالتالي الحد الادنى الحقيقي عندي 70 زائد الترتيب بتاع الإرباعي اللي هو 75 ناقص تكرار متجمع الصاعد السابق اللي هو 73 على 8 اللي هو تكرار فئة الإرباعي في 10 اللي هي طول الفئة. هنحسب الإرباعي التالت اللي هو 72.5، وبكده يبقى عندي الإرباعي الأول 41.33، والإرباعي التاني 57.5، والإرباعي التالت 72.5. واختصارا لكلمة الإرباعي بنكتب ب واحد وب اتنين وب تلاتة. ب تلاتة ناقص ب اتنين ب 72.5 ناقص 57.5 هتديني 15، ب اتنين ناقص ب واحد ب 57.5 ناقص 41.33 تديني 16.17. ملاحظين ايه؟ ان الخمستاشر اقل من 16.17، يعني ب تلاتة ناقص ب اتنين اقل من ب اتنين ناقص ب واحد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان التوزيع ده ملتوي التواء سالب. اجمع كل بيانات اللي انا حصلت عليها، الارباعيات وتحديد نوع التوزيع بتاعي والتوائه. ده كان الجدول بتاع المسألة، الإرباعيات ب واحد طلعت بكام وب اتنين وب تلاتة، وبعد كده نكتب له بما أن ب تلاتة ناقص ب اتنين أقل من ب اتنين ناقص ب واحد، يبقى هذا التوزيع ملتوي ونوع الالتواء سالب. أتمنى أكون فدتكم النهاردة في درس الإرباعيات، فأول شيء عندنا في مقاييس التشتت، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في حلقة قادمة. شكرا لكم، شيماء سعيد.